Alors, في الحصة الفايتة كنا وصلنا عند أنجل دو كاروساج، حددناها. من بعد كاين انكلينيزون دو بيفو، أو لا انكلينيزون دو لاكس دو بيفو، أو لا أنكور tout simplement angle de pivot. Le pivot, غادي نشوفوه في الصورة. إلا بغينا نشوفو la roue يعني من القدام كيف ما عندنا في الصورة هنا، axe de pivot طبيعة الحال هو سي تان اكس ايماجينير كندخلو هو هذا لي دايز من وسط لامورتيسور وغادي حتى لعند لا روتول انفيريور كنسميه axe de pivot. الزاوية اللي كيديرها لاكس دو بيفو مع المحور العمودي على الأرض هذا، هاد الزاوية هادي كنسميها أنجل دو بيفو. سمارش فوالا، هاد لونجل دو بيفو بحال كيفاش ميل لامورتيسور بالنسبة للرويضة. وغالبا كيف ما عندنا هنايا كيكون محصور بين 5 حتى 10 دوغري سيليسيوس، هذا هو لاكس دو بيفو او لا انجل دو بيفو. Maintenant, le déport de l'axe du pivot. Déport ديالو هو واحد المسافة هي هذه R0 محصورة بين نقطة ديال التلاقي ديال الأكس ديال البيفو مع نقطة التلاقي ديال الأكس دو لاغو في الأرض، كنسميه لو ديبور دو لاكس دو بيفو. هاد لو ديبور كيف ما شفنا في واحد الحصص سابقة، كل ما كان ناقص ولا كل ما كان زايد ولا كان نيجاتيف بوزيتيف يؤثر لي على الرويد من جهة وعلى الفيكول من جهة تانية، لأنه لو بوا أو لا شارج ديال السيارة، الوزن ديال السيارة كينزل على لي غو. سي بون، الا كانوا الا كان هاد دي هاد لاكس ديال البيفو او لونغ ديال البيفو كلما كانت ناقصه كلما كانت ناقصه، تخيل هكذا يعني هاد لامورتيسور جاي لهاد الجهه، كلما كانت بحال ما هكذا كلما الوزن ديال السيارة غادي ينزل ليا على لو غولمون الصغير اللي هو ضعيف، خاصو العكس، خاصو يبعد، كلما بعد يعني كيتزاد عندي هاد لو لونغل ديال البيفو. كذلك لو كاروساج، فاش كيتزاد الكاروساج وكينقص او البيفو كيتزاد وكينقص،
لا كاروسري كتعلى او لا كتهبط، يعني هذيك لا هوتور ديال لا كيس تتغير. حنايا كنحاولوا ما امكن، بغينا لا هوتور تكون اقل ما يمكن، والتأثير ديال الثقل ديال السيارة على لي غولمون ديال الرويضة اقل ما يمكن، والاحتكاك ديال الرويضة والتآكل ديال البنو يكون اقل ما يمكن. يعني كنشوفوا الزوايا اللي تقدر تحقق لي هادشي كامل حسب كل سيارة، وبطبيعة الحال يعني الوزن ديالها لافوا ديالها ولومباطمون ديالها، هذيك لا جيومتري ديالها الاوليه هي اللي يعني كتدفعنا او اللي كتاثر على لي ديسيزيون ديالنا في هاد القضيه هذه. زيد عليها شحال في لا لارجور ديال لو برو، لا سيسبونسيون اللي فيها كيفاش دايره، واش انديبوندونت، واش كذا واش كذا، على حساب شنو اللي عندي هنا. هنا فاش كيكون فاش كيتلاقاو عندي لي زاكس، اوكي هذا لاكس ديال البيفو مع لاكس دو لو، كنقولوا لو ديبور اي نوتر او لا نيل. فاش كيتخالفوا يعني لاكس ديال البيفو كيمشي لهاد الشيء ولاكس ديال لو هنايا، كنقولوا الي نيجاتيف. التأثير ديال كل واحد كاين، ان ديبور نيجاتيف قلنا هو هذا. شنو اللي كيوقع ليا لوغ دو فريناج؟ il se crée un couple qui tend à braquer la roue vers l'intérieur. فاش كيكون عندي هذا فاش كنديرو ان فريناج كيبغوا الرويد ابراكيو للداخل، يعني بحال الا كيبغيو يديروا البانسمون. سي بون، علاش؟ لانه لاكس دو روتاسيون اللي كيدور اللي كدور عليها الرويضه مايل، يعني كتميل هي لهاد الجهه كتكا. سي نورمال، سي بون. فاش كيكون عندي ديبور بوزيتيف كتبغي تحل الرويضه، هذا هو العكس. سي بون، هذه هي الفكره، لانه لي زيتود ديالنا في سيستم اكوستيك اللي هو سيستم دو سسبونسيون، دائما كنحاولوا نديروا ليتود لي فورس اللي كيوقعوا ليا لي رو و لي زيسيو، يعني اون ايتا دو مارش، يعني الطوموبيل غاديه. اما فاش كتكون الطوموبيل واقفه راه ما كيتاثر حتى حاجه. حنا خاصنا نشوفوا دوك لي فورس دو تراكسيون، لي فورس دو فريناج، يعني اون اكسيليراسيون اي اون ديسيليراسيون، يعني في تزايد السرعه وفي تناقصها، اما تناقصها عن طريق الفريناج ولا تناقصها عن طريق يعني هزينا رجلين على لا بيدال داكسيليراسيون. في كلتا الحالتين ستون ديسيليراسيون، اكسيليراسيون عارفينها جميع هادشي اللي كنشوفو. فاش كيكون عندي هداك الديبور نوتر يعني منعدم، بماذا يتميز؟ عندنا واحد التأثير اللي هو une influence réduite des forces perturbatrices lors de la conduite en virage، يعني
فاش كتكون طوموبيل اون فيراج، هادوك القوى المزعجة اللي بغينا نسموها بحال ما هكذا كتكون أقل. لوغ دو براكاج على لاغي يعني الطوموبيل واقفة، الرويضة البيفوت يعني كتبراكي بسهولة. هنايا عندنا واحد لونجل، هذا اونجل يعني جد جد مهم، اونجل دو شاس. الا رديتو البال في هذه الصورة هذه اونجل دو شاس. اوكي، الا عندنا مثلا في البيكالا، عندنا الفورج ديال البيكالا ميل. تخيل معايا الى الفورج ديال البيكالا عمودي على الرويضة، ما غاديش تقدر تكون غادي بالبيكالا وتطلق ايديك، غادي غير تطلق ايديك غادي تبراكي الرويضة راسها. ما غ... سي بون، بسبب انه الفورج ميل، هذاك الميل اللي ميلو ياك، الى شفنا فيه من الجنب كنسميه اونغل دو شاس. هذه هي الفائده ديال اونغل دو شاس، يعني كتخلي الرويضه ثابته. وكاين فيكم اللي كيطلق يديه في البيكالا وكيدور بها في الفيراج كاع رون بوان ولا هذا وطلق يديه، راه الزاويه اللي عاونته انه يدير هذه القضيه هذه هي هاد الانغل دو شاس. الانغل دو شاس الا كان منعدم ما غنتحكموش في الرويضه، كان قليل بزاف، عندما يعني كتكون الرويضه دائما كتهرب ليك هكذا ولا هكذا غير قاستها كدور، ولا كانت كبيره بزاف كتكون الرويضه ثابته بزاف، ولكن البراكاج كيجيك قاصح، كتحس بها في الفولون، كتحس انه لاشاس قاصح. هذا هو الفائده ديال اونغل دو شاس. عندي في الطوموبيل كذلك نفس المعنى، باش كيبقاو الرويض دائما كيشوفوا القدام.